انا احمد حمدي منيب، انا السكرتير والتريجر في الاي سي ال شابتر، وان شاء الله هكلمكم عن البروجرام بتاعنا على مدار السمستر. في الاول زي ما قلت باشمهندس قرشي ان فكره الاي سي ام عامه ان هي زي بتخلق زي سوسايتي، ان هو اللي بينمي البروجرام سكيلز والريسيرش سكيلز على مستوى لكل الناس اللي هم شغالين في الفيلد بتاعنا او اللي بيدرسوا في الفيلد بتاعنا من حياتنا. فبالتالي الشابتر لما تعمل شابتر في اي مكان ده يبقى زي نود للسوسايتي دي كلها بيربطك بيها. تمام؟ فهي فكره بقى الشابتر بتاعنا ان هو يحقق الجولز هنا الاي سي ام معموله عشان انهم عايزين يبروف الاندر جرادويت والجرادويت ستودنتس في البيزك تكنيكال اند سكيلز. تمام؟ الهدف ده بقى نوصله ازاي؟ عن طريق خمسه بارل اكتيفيتيز شغالين، ست بارل اكتيفيتيز شغالين في نفس الوقت. تمام؟ عندنا سيمينارز ريسيرش لاب والتكنيكال تريننج والاي سي بي سي تريننج والادفايس والمجازين. تمام؟ نبدا باول حاجه السيمينارز. السيمينارز دي هتبقى عباره عن زي سيشن هيتعمل مرتين في الشهر. تمام؟ هيبقى عن حاجه تكنيكال. يعني توبيك تكنيكال، حاجه جديده موجوده في المجال بتاعنا. في الغالب هتلاقي حاجه ممكن انت ما تبقاش سمعت عنها قبل كده، او حاجه سمعت عنها بس هنوضحها لك اكتر. هيبقى في ناس انستراكتورز سوري سبيكرز من الفيلد بتاعنا، سواء ناس شغالين في الاندستري او ناس اكاديميك، هيجوا عندنا الكليه وهنعمل السيشنز دي على مدار الترم كله مرتين في الشهر. تمام؟ دي المفروض ان دي التوبكس اللي هنتكلم عنها في السيمينارز على مدار الترم كله، بس انا مش هقول لكم اسم اي حاجه فيهم، هي الصور بس على مدار الترم هتعرفوا بقى كل حاجه معاكم. لكن دي الصور بتاعتكم فعلا، هيفهم الصورة دي بتاعت ايه، هيفهم السيشن هيبقى عليها. تاني حاجة في الأكتيفيتيز عندنا ريسيرش لاب. الريسيرش لاب ده عبارة عن إن إحنا بنختار عدد من الستودنتس من الطلبة عندنا ويختاروا توبيك معين بيعملوا فيه بقى ريسيرش مع تحت الإشراف باشمهندس حقيقي أو الناس اللي معانا، بس هو المسؤول عن الريسيرش لاب. تمام؟ هيبدأوا بقى يختاروا توبكس ويعملوا ريسيرش فيها ويعلمهم ازاي الساينتفك رايتنج، ان انت ازاي لما تعمل ريسيرش ازاي تعمل له بيبر وازاي تبلش البيبر دي ازاي بالظبط. يعني الموضوع اللي هو موضوع بجد ان انت بتعمل ريسيرش وبيبرز وبتعمل بلش البيبر وكل الحاجات دي بجد هتجربها عندنا في المعمل بتاعنا وهتبقى شغال معانا مع باشمهندس علي. تمام؟ بعد كده ثالث اكتيفيتي معانا عندنا تكنيكال تريننجز. دي هتبقى تريننجز شغاله على مدار الترم كله. في انستراكتور وهنختار عدد من الطلبه مثلا حوالي ماكسيمم 10. تمام؟ وهيختاروا توبيك معين وهيبقى جايبين واحد انستراكتور هيعلمهم التوبيك ده. احنا لحد دلوقتي التوبكس اللي معانا معانا اربع توبكس. معانا هيبقى في تريننج اوبن سورس هيبقى علمك الكونسيبت بتاع الاوبن سورس نفسه ككونسيبت وكايه هو الاوبن سورس ده اصلا، وهيبعد كده هيدخلك في اللينكس ازاي تستخدم اللينكس وازاي تستخدم الجو انفايرمنت بتاعه وكل الحاجات دي. بعد كده تاني حاجة عندنا الاردوينو. حد يعرف يعمل اردوينو؟ تمام، دي واحد. الاردوينو دي حاجة هاردوير، دي عبارة عن شيب بتشتريها تقدر تستعملها ان انت مثلا تكونكتها بعربية لعبة، فبتديك الامكانية ان انت بقى بتعمل بروجرام معين على السمارت فون بتاعك تقدر تتحكم في العربية اللعبة دي من السمارت فون. دي ابسط فكرة ليها كده بسرعة. فهي الفكره بقى ان احنا في التريننج ده هنعلمك البروجرامنج بتاع الاردوينو شيب. هنجيب شيب هنشتري كل شيب بجد. تمام؟ وهيبقى فيه انستراكتور هيبقى من كليه هندسه هيشرح لك ازاي تعمل بروجرام للشيب دي وازاي تستعملها، ازاي تستعملها مع السمارت فون بتاعك وازاي تعمل بيها ابلكيشن. تمام؟ تالت حاجه الكلين كود. الكلين كود احنا من سنه اولى مثلا او كده انتوا اكيد معظمنا كتب كود، كتبت كود طالما انت عديت سنه اولى. بس هي الفكره ان كان معظم تركيزك بيبقى على ان انت تعمل كود يشتغل. كان اهم حاجه انه يبقى يعمل ران، انت بتصلح ايرورز، بتحل مشكله، بتعملها، لكن نادرا ما كان حد فينا بيركز على نقطه ان انت تعمل كود بشكل كويس، كود منظم بطريقه كويسه. كود لما حد وراك يجي يمسكه يقراه يفهم انت بتعمل ايه. لو حد فيكم جرب يجيب مثلا لو في الاوبجكت اورينتد والحاجات دي لو جبت كلاس جاهز من على النت بس من حاجه من مكان كويس وفتحت الكلاس ده وهتقراه تحس ان انت بتقرا مقال مش كود، يعني تحس ان انت فاهم الحاجه اللي بتتعمل. بعكس جرب انت تعمل كود مثلا تفتح كود كنت عامله مثلا سنه اولى او سنه ثانيه وحاول تقراه
نادرا ما هتفهم انت نفسك نادرا ما هتفهم انت كنت بتعمل ايه ساعتها. فهي في طرق لازم انت بتمشي عليها وبتعملها عشان تفهم الكود بتاعك الناس اللي وراك يستخدموه. لما انت تشتغل في اي شركه كبيره او كده تمام، انت شغال مع 100 واحد مثلا، ال 100 دول لازم تبقى انت بتكتب وبتشتغل بطريقه اللي حواليك يفهموا، فانت بتتعامل معاهم بالكود. فبالتالي هو التريننج ده هيبقى الكود هيعلمك البيزكس بتاع الحاجات دي. اخر حاجه معانا التراك بتاع البايثون. البايثون دي بروجرامنج لانجوج تمام، كم واحد سمع فيها او كم واحد يعرفها؟ ده هيبقى جاي هنعلمك البيزكس بتاعت البايثون، والبايثون نفسها كبروجرامنج لانجوج هتعلمها بقى ازاي تتعلمها هتعلمها عندك. رقم 4 الاي سي سي تري. ده طبعا زي ما قال باشمهندس مرشي ان الاي سي ام بتنظم مسابقه على مستوى العالم للطلبه والجامعه وكده عشان تشجعهم على ان هم يحترفوا البروجرامنج كده ويدخلوا مسابقه مع باقي الجامعات حاجات زي كده. احنا بقى بنعمل تريننج للمسابقه دي، بنختار ناس تمام. تقريبا هي المسابقه اوريدي خلاص هتخلص اول مره اللي هي الشهر الجاي حاجه كده. هنبدا بقى من بتاع السنه الجايه هنختار ناس بقى، هيبقى فيه تيست لازم هتدخل فيه وهلازم هيبقى فيه زي امتحان يعني. بعد ما تعديه هنختار بقى مثلا عدد معين يبقى التيم بتاعنا، وهيبقى فيه كوتش هيدربهم ومعانا في المعهد عندنا وكده، وهنوفرهم حاجات اللي هم هيحتاجوها عشان يخشوا المسابقه تمام. خمسه في حاجه كده بنختارها اسمها الادفايس. دي ان احنا هنبقى بتقدم نصايح تبع البروجرامنج وتبع التكنيكال سكيلز عامه، حاجات اللي هي نصيحه صغيره بس حاجات كتير، حاجات ممكن ما تبقاش سمعت عنها قبل كده او حاجه اللي انت لازم تمشي عليها او تعملها في الفيلد بتاعك عامه. هتلاقوا بقى كل حته زي بقى كل اللي حوالين المبرر ده لما تسوق البوسترز دي كلها هي دي الادفايس. هتلاقوها بقى على السوشيال ميديا بتاعهم. اخر حاجه المجازين. المجازين زي ما باشمهندس قرش اتكلم عليها، هي تبقى المجال هيبقى فيها ارتكلز المجالات بتاعتنا، هيبقى فيها توبكس كتير مكتوبه، هنعمل 2 فوليوم في السنه تمام. التوبكس اللي فيها حاجات كويسه جدا بس انا مش هدخل في التفاصيل دلوقتي. وطبعا لو حد دخل معانا او كده هيبقى ليه الامكانيه ان هو يكتب ارتكل فيها، لكن هي دلوقتي اوريدي الفوليوم الاول اللي اتعمل ومفروض هيوريكم النهارده. ده الكفر بتاع اول فوليوم. اخر حاجه بقى احنا عمالين نتكلم عن الاكتيفيتيز بتاعتنا واحنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا وهنختار ناس. فكر بقى ان انت عشان تعرف ازاي تنضم لينا، ازاي تستفاد من كل اللي احنا حكينا عليه ده باي ذا واي يعني طبعا هيبقى متاح للكل، بس هيبقى برضو على اساس ان انت في حاجات زي التريننج مثلا والحاجات دي العدد بيفرق. فبالتالي عشان تعرف انت بقى ازاي تشارك معانا وتبقى معانا في التيم وتدخل عندنا، ده هتكلم عنه باشمهندس هبه في اخر الايفنت في الاي سي ام ميمبرشيب سيشن تمام؟ تمام شكرا.